بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شافية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نحط واحد الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم العكس وعندهم التابعة وعندهم القرينة، ما تنجح معهم حتى وصفة وما تيتيقوا في التوصفة، واخا دير الوصفة ما يكونش عندها يقين في الوصفة. هذا كله من الشك ديال العارض، العارض اللي تيسبب لها هذاك الشك وما تيخليها دير حتى وصفة باش انه يبقى مستغل هذاك الجسد. اذا الوصفة ديالي ديال اليوم هي كل الاربعة وكل سبت ديريها ان شاء الله بحول الله وقوتي. المكونات سهلين، عند العطار 5 دراهم يعطيك كاع هاد المكونات. الوصفة اللي غادي نحط اليوم هي رائعة وأكثر من رائعة. هاد الوصفة اللي غادي ما غادي تقري عليها ما والو، غادي تخوي عليها الماء وغادي إن شاء الله تعومي بها، أو تبخيها في كاسرون وتدخليها معاك للدوش وتحاولي أنك تعومي بها من راسك حتى رجليك. ولكن المكونات باقي ما قلت لكم شنو هما المكونات. الحلبة راه باينه، ولكن الزعتر مع اوراق السدر. الزعتر تطرد التبعه والنحس، والحلبة تتفوسخ. عندكم اوراق السدر تبطلوا السحر، اذا كان عندك سحر هاد المكونات بدون قراءة غادي تبطلي عليك جميع الاسحار. عندنا حجرة الفك هي اللي غادي نخرج من الدوش غنقرا عليها آية الإبطال السحر، وغادي ناخد شوية الفحم نشعله ونحط هاد حجرة الفك، غادي نحطها وسط المجمر ونخليها في المجمر. ولبس شي حاجة، لبس شي حاجة فضفضة وسروال باش تي لا طارت او انها تفرقعات تلقاك لابسة سروال. ولبس تقاشر باش هذيك حجرة الفك غادي ان شاء الله الى الطرطقات. هذه الناس اللي تيقولوا لها انثى ولا ذكر، هذه انثى لان هي اللي غليظه والذكر هي اللي رقيقه. عندنا الزعتر، عندنا اوراق السدر، عندنا الحيله ولا الحلبه العاديه. غادي ناخد واحد الحفنه، على كف هكا نوضعها في الماء الساخن ونخليها مدة 10 دقائق، ونخليها حتى تلق مزيان ونضيف لها الماء الكافي اللي غادي نعوم به. من بعد من نعوم غادي الماء واخا يمشي في مجرى المياه عادي نصفيه من الحلبة والزعتر وداكشي. الا خليته 15 دقيقة غادي تلق، الا تبختو غادي نتبخو 10 دقائق وغادي نتسبح به او نعوم به في الدوش عادي. الناس اللي عندهم البنوار اللي تترقد فيه الجسد يحاولوا انهم يخويوا هاد المكونات ويضيفوا لهم الملح ويترقد الجسد، رائع واكثر من رائع. بعد التصفية، اذا هذيك العشوب اللحوم عادي، اللحوم في القمامة عادي. اما حجرة الفك غادي ندير الفحم وغادي نحاول انني نتبخر بها بعد ما نقرأ عليها آية الإبطال. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أن التابعة إما تكون من السحر وإما تكون توابع من العين أو السحر أو العين أو الحسد. إذا أنتم بغيتوا تبطلوا نهار الأربع والسبت تحيدوا التابعة وتحيدوا القرينة وتحيدوا العكس، يومين في الأسبوع تحيد عليكم هاد التعسير بالمرة. إذا الوصفة ديالي ما بقى لي ما نقول لكم، وصفة رائعة وأكثر من رائعة. تنتمنى لكم حظ سعيد، تنتمنى لكم أنكم تكونوا بخير وعلى خير. إذا درتوها بالصفة والنية غادي يكون عندكم إن شاء الله حظوظ في سحب التابعة والسحر والعين. اي حاجة عندكم في الجسد ديالكم غادي تبطل بإذن الله. اذا ما بقى لي ما نقول لكم الا خليوا لايك على الفيديو، خليوا الدعم
وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.